حول الموضوع من بغداد مباشرة عبر الهاتف ينضم لنا الدكتور فادر الغراوي، عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق والخبير القانوني في مجال حقوق الإنسان. دكتور فادر مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن مع التقدم العسكري على الأرض وطبعا تقدم القوات واقتراب انتهاء هذه المعركة، معركة الموصل، موجة النزوح كبيرة، عدد النازحين من الموصل في ازدياد، التحديات ربما كبيرة أيضا سنتطرق لها، لكن في بداية ما هي الأعداد الأخيرة التي لديكم، الإحصائيات الأخيرة التي لديكم عن أعداد النازحين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولكل المشاهدين. الأعداد متزايدة بكل وقت اللي تبدي معارك باتجاه عملية الحسم المباشر. الأعداد التي تم إحصائها من قبل وزارة الهجرة ومنظمة الهجرة الدولية فقط من الموصل بدأت أكثر من 450 ألف نازح، وهذه الأعداد هي الأعداد المسجلة، ولكن هناك أيضا أعداد أخرى لم تسجل لحد الآن، وبالتالي الأعداد تتزايد كلما كانت هناك عملية تحرير لهذه المدن. لكن الموضوع الذي يربك عملية إنقاذ المدنيين هو اتخاذ عصابات داعش الإرهابية المدنيين الذين ما زالوا داخل المدينة القديمة، الذي يزيد عددهم على أكثر من 400 ألف شخص كدروع بشرية، وعدم السماح لهم بالخروج من هذه الممرات. وبالتالي القوات الأمنية اتخذت قرارات أخرى في تكتيكات المعركة، بغية المحافظة على المدنيين وإمكانية فتح هذه الممرات وإخراجهم من هذه الأماكن. وبالتالي الأعداد، نعم الأعداد قلقة، وهناك مخاوف كبيرة جدا أن تكون هناك موجة نزوح كبيرة جدا خلال الأيام القادمة إذا لم تسط القوات العراقية وكذلك الحكومة والمؤسسات الدولية التعامل الإيجابي معها، ومن الممكن أن تكون هناك انهيارات إنسانية كبيرة جدا ضمن هذا الإطار الذي تعمل به المؤسسات الدولية. طيب التحديات التي تواجه الاستيعاب داخل المخيمات، نعلم بأنه وجود مخيم يكون متوفر به كل ربما الحاجيات الضرورية للنازحين هو صعب في ظل ما يجري الآن وفي ظل هذه الأعداد الكبيرة. عملية إقامة المخيمات الآن أصبحت عملية معقدة جدا، خاصة مع وجود الوفرة المالية سواء لدى الحكومة العراقية ولدى المؤسسات الدولية، وحتى المخيمات تحتاج فترة من الزمن كبير جدا، وبالتالي هنالك اكتظاظ وامتلاء كامل للمخيمات اللي تم إنشائها. وبالتالي كان هناك قرار أخير من قبل الحكومة العراقية والمؤسسات الإنسانية العاملة من قبل الدولة العراقية في امكانيه نقل الذين سوف يكون هناك عمليه نزوح قادمه لديهم باتجاه الساحل الايسر ضمن الاسر المستضيفه لامكانيه استضافتهم لفتره مؤقته، وبالتالي عندما تكتمل عمليه تحرير الساحل الايمن يتم اعادتهم بشكل مباشر، افضل من بقائهم في العراء، وخاصه نحن اقبلنا على فصل الصيف مع المناخ القاسي جدا والذي يؤثر كثيرا على حياه الاطفال والنساء وكبار السن، وكذلك انعدام المستلزمات الاساسيه المتعلقه في الدواء وكذلك حليب الاطفال والمياه المعقمه. بالتالي موضوعه المخيمات اصبحت موضوعه معقده جدا، وبالتالي حتى المخيمات التي اقيمت والتي الان يتم انجازها لا تستقبل اكثر من 10,000 شخص، وانت تتحدث عن امكانيه موجه نزوح جديده تفوق اكثر من 200,000 شخص، وبالتالي هناك فارق كبير جدا في موضوعه الجهد الانساني وبين موجات النزوح الاساسيه التي من الممكن ان تحدث في الايام القادمه. وبالتالي القرار الذي اتخذ هو قرار ايجابي جدا، ويمكن امكانيه استيطان النازحين في الاسر المستضيفه وكذلك استضافتهم في القرى وكذلك المناطق التي تم تحريرها بشكل كامل. نعم. توفير المستلزمات الامنيه والمستلزمات الانسانيه لهم. شكرا لك على هذه المداخلة معنا الدكتور فاضل الغراوي، عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق والخبير القانوني في مجال حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بغداد.